حمد البلاد اليوم بمكتبه في الوزارة الأولى سعادة السيد ألفونس إيبي غواو المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي. جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامادوكان، ومديرة ديوان الوزير الأول السيد عائشة فال فيرجس، ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية السيد عبد الرحيم ديدي. وبعد اللقاء أدلى ممثل البنك الدولي بتصريح قال فيه إنه جاء إلى بلادنا خلال هذه الزيارة بصفته ممثلا لموريتانيا في مجلس البنك الدولي، وقد التقى في هذا الصدد الوزير الأول، وكان اللقاء فرصة لبحث التعاون بين هذه المؤسسة النقدية الدولية وموريتانيا وما تقوم به بلادنا لإنعاش اقتصادها الوطني ضمن المحافظة على توازن سياستها النقدية وجهودها لتعزيز النمو ودفع عجلة التنمية، متمنيا أن يتواصل هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. كما استقبل الوزير الأول السيد